شكرا. خلينا اجي لك يا فرح. يمكن البطوله كانت صعبه شويه يمكن السنه دي. خلينا نكلم الساده المشاهدين، البطوله كانت فين؟ اتلعبت على كام يوم؟ كانت في حمام سباحه ايه؟ كلميني عن البطوله. البطوله كانت في النادي الاهلي مدينه نصر، وبقت على يومين. كانت البطوله اللي قبلها كانت على يوم واحد، بس هي كان في ضغط كتير قوي علينا البطوله اللي فاتت، فالبطوله دي كانت يوم واحد يومين. يومين. طيب انت فاكره لعبنا مين؟ ولا يعني اليوم اول مباراه كانت ايه؟ اليوم الثاني كانت ايه؟ اول واحد كنا عملنا رقصه التيم وعملنا الديوات، وكان شارك فيها هليوبلس، الصيد، الجزيره، تمام، بالم هيلز. انتوا اديتوا يومين، يعني اليوم الاول كان ليكم مباريات وماتشات، واليوم الثاني برضو نفس الكلام. طب والمكسب بيكون على اليومين ولا اليوم يعني الاول منفصل على اليوم الثاني؟ يعني النتائج اليوم الاول حاجه والنتائج اليوم الثاني حاجه ثانيه. يعني انتوا كسبتوا عشان نتائج اليوم الثاني، اليوم الثاني كانت نتيجه احسن. والاول يعني احنا خدنا مركز اول في التيم اللي هي الرقصه الاولانيه عملناها اول يوم. وخدتوا المركز اول في التاني في الـ في الـ في اليوم الثاني. طب برضو يعني يا ملك نفس الكلام، يعني المنافسه كانت مع مين؟ كان هل مين اللي جه بعدينا تاني؟ يعني كلميني اكتر، يعني مين اول مين تاني مين تالت؟ المنافسه الفروقات كانت قد ايه؟ هو احنا طلعنا الاول في التيم، التاني كان ايه؟ كان مين؟ هليوبلس؟ لا مش هليوبلس، حد يفكرني. طيب لا الثاني كان الصيد، والثالث كان بالم هيلز. برافو. طيب وكان الفروقات قريبه ولا احنا كنا فارقين؟ لا كنا فارقين قوي المره دي. كنت فارقين الحمد لله. بس في حته مهمه، يعني التحكيم ده تقدير، يعني ممكن يقول لك شايف الاهلي احسن، شايف يعني، بس معنى ان انتوا فارقين يعني كل التحكيم اجمع ان انتوا احسن، صح؟ نعم الحمد لله. طيب دي اول بطوله ليكم؟ يعني دي اول بطوله ليكم كبنات؟ خدتوا بطولات قبل كده؟ كتير طبعا. كتير. طب يعني نقول مثلا اخر بطوله ليكي كانت امتى؟ اللي فاتت دي؟ لا قبليها. اللي قبليها كانت قبليها بشهر اولموست يعني. كانت ايه بقى؟ عمومي بقى. كانت عمومي. يعني انت بتلعبي في العمومي؟ وفرح بتلعب في العمومي؟ ما شاء الله. الله لسه طالعين من 15 السنه اللي قبليها، كنا 15 سنه. في 2023 2024 بقينا عمومي و18. كويس. طب انتوا الاربعه بتلعبوا عمومي؟ ايه ده الجمال ده؟ بس ما شاء الله انتوا صغيرين، يعني انتوا 2008 و2007 يعني صغيرين. طب يا نور قولي لي، البطوله كانت صعبه السنه دي، كان فيها منافسه قويه؟ جدا. مين كان اصعب فريق بيني وبينك؟ يعني شفتوا قلتوا ايه ده هيكسبنا؟ لا هي البطوله اللي قبليها في عمومي كنا خايفين من هليوبلس عشان هو عمل حلو. ففي ايتين ركزنا قوي عشان نكسبهم. طب انتوا عشان تعملوا الحركه مظبوط كفريق، انتوا الاول بتبقوا كام بنت في الميه؟ ثمانية. تمام. طب عشان الثمانية يكونوا رابطين مع بعض، يعني بتتمرنوا كام ساعة في اليوم بقى؟ ست ساعات. ساعات أكتر. أنتوا بتهزروا؟ لا كتير قوي. كتير. ممكن 12 ساعة بقى، مش فيتنس بقى يعني في مرة اتمرنا من 8 ل 8. أيوه. إيه ده؟ قبل البطولة بأسبوعين من 8 ل 8. من 8 ل 8؟ الصبح ل 8 بالليل؟ أيوه. وإيه ده بقى؟ يعني ناخد بريك في النص. تصحى من النوم تروح المية وترجع من المية تنام. أيوه بالظبط كده. طب إيه ده؟ الحياة دي صعبة قوي، يعني أنتوا شايفين، يعني أنتوا مبسوطين بالحياة دي؟ أنا مش مبسوط. لا يعني عايز اقول لك انه صعب ان انت تقوم من النوم. طب والمذاكره فين؟ طب والدنيا ايه بقى والوضع ايه؟ يعني بنحاول على قد ما نقدر بقى توفقوا ننظم الوقت. طيب المدرسه طبعا بتساعدنا قوي. المدارس بتساعدكم؟ يعني ممكن تجيبوا يوم اثنين بتاع؟ ايوه. طب هي البطوله كانت يوم اجازه سبت حد ولا كانت فسحه؟ كانت جمعه وسبت. عشان كده يعني كنتوا تقدروا. طب البطوله بتقعدوا بقى طول الوقت من الصبح نفس الكلام لغايه بالليل بتلعبوا، ولا تخلص ماتشك وبتمشي؟ بنروح من 6 الصبح نسخن وايوه بعدين نخلص ونمشي. بتخلصوا وتمشوا؟ بيبقى الوقت قريب يعني ممكن تبقوا. بس بنصحى بدري قوي بقى. بنصحى 4 الصبح. طب خليني اسالكم يا بنات، يعني لعيبه ليه اخترتوا السباحه التوقيعيه برغم انها صعبه وطول الوقت في الميه والكلور وعينينا وشعرنا؟ طب ناخد كده، انت اخترتي ليه السباحه التوقيعيه؟ انا ما اخترتهاش. بس وانا صغيره كنت بلعب باليه ارضي، والمدربه اللي كانت بتدربني هناك كانت برضو بتدرب السباحه التوقيعيه، فقالت لي ان انا اروح يعني واجرب. وهي اللي علمتني اصلا اعوم. بس ايه ده؟ يعني انت الاول كنت بتلعبي باليه عادي. وهو دايما الجمباز، حتى لما كان معانا الدكتور اهب امين رئيس الاتحاد، قال لك الجمباز يلعب جمباز يلعب اي حاجه، صح؟ طب بس انت بقى في السباحه التوقيعيه عايز تعوم كويس وعايز تبقى عندك باليه كويس. ايوه. طب فيها الموضوع كل حاجه. فيها كل حاجه. طيب برضو نفس الكلام بالنسبه لك يا نور، انت ليه اخترت السباحه التوقيعيه؟ يعني هو انا برضو ما اخترتهاش، انا كنت ماشيه مع مامي في النادي، بعديها كنت بشوف بنات بتعمل الحركات كده فعجبوني جدا. لا ثانيه واحده، كان عندك كام سنه ساعتها؟
يعني كان عندي 9 تقريبا. 9؟ ده انت لعبت كبيره كمان. انا دخلت بس ما لعبتيش، ما لعبتيش حاجه قبلها زي نور اللي لعبتي باليه مع ارضي؟ لا كنت بلعب حاجات تانية، كنت بلعب سباحه. السباحه بس عرفتي يعني سباحه برضه. أيوة. طيب شدتك ليه اللعبه دي؟ ان شاء الله بظبط بقى ونفس يعني ممكن تقعد تحت الميه دقيقه ونص. طب حرام يعني، دي حاجه صعبه. ليه حبيتيها؟ يعني هو كان بالنسبه لي دي حاجه غريبه جدا، هو انتوا ازاي بتعرفوا تعملوا كده؟ فمامي قالت لي مش عايزه تجربي، فقلت لها اه بس بقى. حبيتها جدا بس والقصه ابتدت.